السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ مصطفى؟ اي نعم. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك بارك الله. يخليك. لو واحد ما بيشتغل في المجال الطبي في التكوين الطبي ويحتاجه شركات التأمين والمستشفيات التي تعمل في التأمين، ما حكمه؟ واحد يعمل فيه؟ في المجال الطبي. ايوه. ناحية التكوين الطبي. التكويب الطبي يعني ايه؟ يعني ايه التكويب الطبي؟ هذا التكويب تحتاج المستشفيات التي تعمل في التأمين، الموتى الذين يعملون في التأمين. على العموم عمله جائز في التطبيب ولو طبب حتى كفارا. نعم، حتى لو استخدمه شركات التأمين. التطبيب جائز لشركات التأمين ولغيرهم، تطبيب. لكن انت لا تشترك انت اذا كنت مختارا. بارك الله فيك.